هذا وعبر عدد من المسؤولين في مملكة البحرين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله لتكريم رواد العمل الوطني من أبناء الوطن وبناته، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بأبطال الوطن المخلصين الذين قدموا أروع صور العطاء والفداء لمملكة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية. هذه عادة سنوية كريمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن يقوم بتكريم رواد العمل الوطني ومن أسهموا وقدموا كثيرا في العمل الحكومي ومختلف مناحي العمل الوطني، وذلك طبعا احتفالا بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين. وهذا في الواقع يعبر عن تقدير جلالته لشعب البحرين، تقديره لمنتسبي المؤسسات الحكومية والعاملين أيضا في القطاعات الوطنية الأخرى لما قدموه من خدمات في مملكة البحرين وأسهموا طبعا في تنميتها وعمرانها وتطورها. الحقيقة أن هذا يوم سعيد بالنسبة لكل بحريني، لأن هو يوم نحتفل فيه بإنجازاتنا الماضية ونتطلع إلى مستقبل أحسن وأفضل في ظل قيادتنا الحكيمة جلالة الملك والمعظم وكذلك رئاسة الوزراء الأمير سلمان. وضعوا لنا المجال احنا كقطاع خاص ان احنا ننطلق ونحقق الاشياء اللي احنا نريد ننفذها في بلدنا وننعش اقتصادها والقيام بالواجب اللي هو ضروري ان احنا نطبقه في ظل السياسة الحكيمة اللي احنا ماشيين فيها. طبعا اليوم هذا اليوم من كل عام هو للبحرين يعتبر موعد للفرح وموعد أيضا لتجديد الولاء والعهد لقائد مسيرتنا. طبعا اليوم لفتة كريمة من سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، تكريم أبناء الوطن المخلصين والمتميزين، نسأل الله لهم التوفيق ونقول لهم الله يعينكم، هذه أمانة تحملونها في أعناقكم. مسألة التكريم ليست ختام العمل وإنما بداية الانطلاقة إلى عطاء أكبر، ونقول لكم كلكم كل عام وأنتم بخير.